لنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك قناة أكشن تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري عبر القناة. أكشن تي في جميع المشاهدين وجميع المستفيدين الأوفياء في تشاهدنا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. إذا كنتمنى من جميع المشاهدين أنهم يبارطاجوا هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرج، عفوا مباشرة من مدينة القصر الكبير. إذا كما كتشوفوا كما كتلاحظوا للأسف الشديد الضرر طاحت على السكينة والدار طاحت على الناس اللي هم يعني للأسف الشديد صورة أبلغ عن أي تعليق للأسف، صورة الناس كتعاني بصمت للأسف الشديد بغياب الجهات المسؤولة بمدينة القصر الكبير. كما كتشاهدوا كما كتلاحظوا راه الدار هذه طاحت ولا بد على الناس ديالها للأسف، راه خطا ولكن للأسف الشديد الناس باقي مساكنة من تحت وراه كيعاني بصمت للأسف الشديد. إذا نخليكم نقربوا من الصورة مع السيدة اللي كانت ساكنة هنايا. السلام عليكم، انا بشرى من مدينه القصر الكبير. انايا كنت في الدار هذه ساكنه فيها دابا ديال 4 سنين باش طاحت لي. ملي طاحت لي مشيت للسلطات، عييت من مشيت للسلطات المسؤولين ما عملوا معايا حتى شي حاجه، عييت طالعها بطا طالعها بطا طالعها بطا، في الاخر قالوا لي قاع المسكين على المشف السفلي تحتاني، مول السفلي باع شاب حالو، انا بقيت معذبه. كان خدمت في الديور باش نقدر نكري كرية بستين ألف فرنك، خدمت في المقاهي باش نقدر نخلص الكرة ديالي، خدمت في المحلات باش نقدر نخلص الكرة ديالي، خدمت في العمارات. يعني عمر جفة في الكرات مشديتو مليت كنشدو على الكرة، حيت المسؤولين ما عملوشي معايا الدار ديالي طاحت، وعييت من جري وجاري وعييت من الرب والبيبان كامل تسدو في وجهي، وعييت عييت 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 عييت. كنت بالنهار نهار 3 ايام في العيد الكبير كان شحال ديال هادي، كنا هنايا وطاحت علينا، يلا هزيت العيله ستيت والله كانت عندها عام انا هزيتها والدار طاحت عليا، يلا حنيت باش هزيتها والدار طاحت عليا هودت عليا. من تماك داني كرالي واحد من المسؤولين بدا مجبد الاسم ديالو، كرا لي غير شهر واحد، مشيت الشهر الثاني بس قلت له خلصت لي، قال لي ما خلصت لك شي، ما عندي بس نخلص لك. مشى واحد الجمعيات مساكن خلصوا لي شهرين، من بعد خرجت نخدم، خرجت كنخدم في العمارات كنجفف، خدمت في الديور، كان قدي الشغل والعيله مركبه في ظهري دال المول الدار، وخدمت في واحد المحل تجاري كانت كتعطيني المراه 10 دراهم في النهار باش نخدم باش نخلص الكره ديالي انا 60 الف فرنك، كنجمع من هكا ونجمع من هكا باش نخلص انا 60 الف فرنك في الشهر. ياك علاش حنا في بلادنا هكا؟ علاش؟ حيت ما كايناش الحقوق اللي طاحت له دار كيسمحوا فيها، اللي وقعت له شي حاجه ما كيدوهاش فيهم. علاش؟ علاش هادشي؟ علاش؟ اه باش حنا دابا ولينا حنا عايشين في بلاد الحقره. ولينا طاح الدار كامله، كلشي هود كلشي هود، كلشي الدار هود، ما بقى عندي حتى شي حاجه، كلشي هود حتى حاجه ما بقات عندي، كلشي مشى، كلشي مشى لي، مشى لي فراشي، مشات لي داري، مشات لي صحتي، مشى لي كلشي، الصحه ديالي ما بقاتش عندي، صحتي ما بقاتش عندي، انا مريضه وكنخدم. لو كنت عندي ضريره ما نخدمش، ما نخدمش، ما نخرجش نخدم، بزمني كنوض نخدم، بزمني بزمني. بحجر صحي الناس سدنا عليهم، وانا كنتمنى يا ربي جيب لي غير دخل لي غير رابعة شعرية نطيبها لولادي، غير رابعة شعريا نطيب لولادي نديرها في الكاميلا ونطيبها لوليداتي. كنسد عليا الباب وكيبقى ولادي بالجوع، علاش؟ كون كانت عندي داري ما نتكربش بحال هكا، كون كانت عندي داري ما نتعذبش بحال هكا انا وولادي وراجلي، كون كانت عندي داري ما نكونش بحال هكا كنعاني وكنقاسي. انا مريضه وكنوض نمشي نخدم، انا مريضه وكنوض نمشي نجفف في الدروج نضرب الجفاف في الكراط. علاش؟ حنا مش بين الاوفياء الاشرار ديال المنزل هذا
خلف عفوا هذا الهدمات في الفاكتوري بشكل كبير، كما كيف تشوفوا البنيه ديال هذا المنزل اللي ماشي اي سقوط اللي سقطت للاسف الشديد راه كطرت. حنا دابا كنصوروا وخايف انها تهود بنا، حنا كنصوروا وخايف انها تطيح بنا للاسف الشديد، لان كتوجدوا الان بالطبق الثاني كما كتشاهدوا للاسف الشديد. كنتمنى من جميع المشاهدين وجميع المتابعين او في اي قناه تشتبك انهم يبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري عبر القناه. كنتمنى الصوت ديال السيده هذه يوصل الجهات المسؤوله للاسف الشديد، كنتمنى انه يوصل الجهات المسؤوله. كارثه بكل المقاييس للاسف الشديد مدينه الاقصى الكبير لا قدر الله. وللاسف الشديد ان الناس باقين ساكنين لتحت، ان الناس ساكنين تحت هذه الدار هذه، مع العلم بانها راه طاحت السقوف ديالها طاح، والناس باقين مخاطرين براسهم ومغامرين براسهم. كنتمنى من جميع المشاهدين وجميع المتابعين الاوفياء لقناه شوف تيفي انهم يبارطاجيو بالاوسع نطاق باش الصوت ديال السيده هذه يوصل للجهات المسؤوله ويتم التدخل. نورمالمون هاد الدار هذه خاصها يتم الاخلاء واخوائها كامل، يعني اخوائها كاملين ويشوفوا عادي يصلحوها، راه كتهدد سلامه وصحه المواطنين اللي كيدوزوا من هنايا، راه كارثه بكل المقاييس مدينه الاقصى الكبير. نحاولوا اننا ناخذوا الكلمه ديال السيده. دابا كنتمنى من المسؤولين يعملوا معايا شي حل، رانا مريضه مبقيتش قاده، ربي هو اللي كيعلم عليا انا مبقيتش قاده. واش كنخدم 30 درهم كتقام لي 60 درهم في النهار كنخدمها، واش غنكري بيها؟ نصرف على ثلاثه العيال وباهم، نصرف على راسي، اه كي غندير نخلص بها الماء والضو، نصرف على المرض اللي عندي انا الحساسيه. الطبيب ما كنلقاش باش نمشي للطبيب ندوز على راسي، الطبيب ما لقيتش باش نشري الدواء لراسي، كنتخنق في الليل وعضر لي كاريه بارده. علاش علاش انا هكا؟ علاش انا راه عييت 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 بزاف، البيبان كاع تسدو في وجهي، انا راه عييت ما بقيتش قاده ما بقيتش قاده. عندي داري انا ما كنتعذبش، كنت كرفص بحال هكايا ما نتعذبش، نصبح مريضه نصبح في داري كنخاف ولا تقدر تخرجني الزنقة أنا وولادي، تسيب لي حوايجي أنا وولادي يبقاو مترجين. علاش أخوتي أنا هكا؟ علاش أنا ماشي أختكم سلمى؟ أنا راه مسلمة أختكم، علاش عاملين معايا هكا؟ أنا كنتكرفص أنا وولادي. إذا كما كتشوفوا السيدة راه كتعاني ومعاناة شديدة للأسف الشديد، من اللي طاحت عليها الدار هذه، من اللي طاحت للدار ديالها وهي كتعاني بضربة وكتعاني أمرين، عمرها ما خرجت تخدم، ولكن عمري ما خدمت، نهار اللي طاحت للدار عمر جبت ما ضربته في حياتي، الصباط ما بقيتش نقدر نلبسه، الصباط مقطع لي برجلي سبعي كيبان، ولدي كيغوت لي على السبرديله، ولدي واحد كيغوت لي على الصباط، واحد كيغوت لي على السروال. يتواصل معها بالرقم الهاتف اللي وضعناه، اي واحد جاد قادر يكشف راسه انه يتعاون مع السيده هذه بلا ما يتفلى بلا حتى حاجه، ولكن يتصل بالسيده هذه ويتعاون معها، يتعاون معها والناس اللي ما قادرش يتعاونوا غير يبارطاجيو. فالدال على الخير كفاعل، اكيد ان الدال على الخير المتبعين فيها كفاعل، بحال اللي عاونتي السيده هذه عاونها غير بلا بارطاج، ما قادرش تتعاون عاونها غير بلا بارطاج،
انتم كما سمعتوا على الحاله ديالها كانت هي في المقاعد في الاسر الثاني، السيده كتعاني في صمت هي والاسره ديالها، راه كانت غير عايشه غير هي بوحدها، تقدر تكمل البلاصه ولكن هي عندها وليدات وهي اللي خدامه على الدار ديالها. كما سمعتوا راه كتعاني، خدامه غير 30 درهم في النهار. 30 درهم ديالاش؟ 30 درهم شنو؟ شنو ديال 30 درهم شنو هتشري بيها؟ كنخلص نهار واحد في الشهر، انا ما عنديش دابا باش نخلص نهار واحد، كنخلص في الشهر نهار واحد كنخلص، يعني ما 21 في الشهر ولا 20، ما عنديش دابا حاليا، ما عنديش ما عنديش. مولات السيده مولات الكرامه كيطرح لك شي، تقول دابا خلصي لي فلوسي حطي لي فلوسي ولا خوي عليا داري. انا ما باغياش وليداتي يترجوا في الزنقه، انا ما باغياش نسيب بلادي في الزنقه. كان يب 60 فرانك، 60 فرانك في الشهر، وعاد كنخلص الماء والضو، عاد المصاريف، هادشي اللي عندي انايا. وانا راه عييت اخوتي المسلمين، انا عييت عييت اخوتي المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن، انا مزوقه فيكم، انا بنتكم اختكم، ديروني اللي بغيتو، حسبوني انا مزوقه فيكم، المسؤولين المسؤولين، راني عييت راني عييت المسؤولين، انا مالي ماشي اختكم ماشي بنتكم. كنعاني 4 سنين، 4 سنين وانا كنعاني، راه ماشي سهل، 4 سنين، 4 سنين وانا شاده الجفه فوق الكرات، 4 سنين وانا كنخدم في الديور، 4 سنين وانا كنخدم في المقاهي، 4 سنين وكنخدم في العمارات، 4 سنين ماشي سهل. وانا عييت ومريضه ومريضه، نكون مريضه كنشرب جوج حبه ديال الباستيات باش نشربهم، حيدوا المهدئات اللي حرق الراس، وكنوض انايا باش نوض نخدم، كنزغط راسي بخرقات زوج دي كنوض نخدم، حيت ولا جلست ما عندي اللي يدخلوا على ولادي، ما كاينش ما كاينش اللي غيدخل على ولادي، ولا غير كيلو البطاطا ما يدخلوش على ولادي. كنتمنى منكم انكم تعاوني مع سواء كنتي مسؤول تحاول تدخل وتدخل من الامور تسيبوا لها الدار عليه، لان الدار ديالها طاحت للاسف الشديد، الدار ديالها طاحت وراه غير كاري للاسف الشديد. بالنسبه للمحسنين اللي قادر يتعاون معاه يتواصل معاه عبر رقم الهاتف، اللي ما قادرش غير يبارطاجي يتعاون مع الاخوه الله يرحم، اللي ما قادرش غير يبارطاجي فدلوا على الخير كفاعل.